السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم في فيديو جديد. كنت من سنة بالظبط عملت فيديو عن ازاي تحل مشكلة توقف التحميل في عند تستبر اي لعبة من فيدجر، والحمد لله الفيديو وصل ل21,000 مشاهدة، يعني الحمد لله بفضل ربنا وبفضلكم يعني. وفعلا الطريقة فعلا نجحت مع ناس كتير، والناس كتير بدأت تقول لي ان فعلا الطريقة شغالة، وجالي فعلا تعليقات ان هي فعلا الطريقة شغالة، وفعلا هي الطريقة فعالة واشتغلت. انا ذات نفسي الطريقة فعلا شغالة معايا، وفعلا اشتغلت مع ناس كتير كلموني وقالوا لي ان الطريقة فعلا شغالة وكل حاجة. بس في كام واحد كده يعني قعد يقول لي انا عملت الطريقة وعملت زي ما انت بتقول في الفيديو، وبرضه الطريقة ما اشتغلتش معاه. فايه هو الحل؟ كده الناس ديت بقى اللي هي يعني خلاص اللعبة اشتغلت معاهم والطريقة فعلا اشتغلت معاهم، تركن بقى على جنب. هنا بقى الناس تجيلي اللي هي اللي ما اشتغلتش معاهم ديت، الفيديو ده ليكم، ده اخر حل ممكن تشوفه على اليوتيوب وخلاص. يعني بص، لو ما اشتغلتش عندك بقى انت خلاص كده. يعني اول حاجة صلى على النبي طبعا، وطبعا ادعمني بلايك واشتراك، وطبعا شوف على طول تاني فيديو على طول اهو، يعني لسه منزلين فيديو امبارح او فيديو النهارده، يعني بنزل بشكل يومي اهو، يعني ادعمني بقى، ويا ريت بقى ما تنساش تشترك في القناة وتحط لايك. ويلا بقى نخش على اول حاجة بقى. وقبل اي حاجة طبعا، لو انت ما كنتش شفت الفيديو اللي هو الاول بتاع فيت جيرل، طبعا خش شوفه الاول، هسيبه لك في علامة الاي اللي فوق طبعا، فبص اتك عليه وروح اتفرج عليه وتابعه طبعا كويس، واعمل الطريقة. الطريقة ما نفعتش معاك بقى تيجي لي هنا بقى، تيجي لي بقى وانا مستنيك اهو. لا خلاص انا مستني اهو، خلاص شفته ماشي. ما نفعتش معاك خلاص تعالى لي بقى، الفيديو ده ليك. اول حاجه طبعا مش هقول بقى طبعا اللي حصل في الفيديو اللي فات، انت لازم تكون عارف كل حاجه دي. طبعا الملفات بتاع لعبه فيت جيرل، طبعا لعبه دوم اترنر، اللعبه منزلها من فيت جيرل كامله، ما مش ناقصه اي حاجه. اول حاجه دي الطريقه اللي انا شايف ان هي ممكن تنفع معاكم كتير، مع ناس كتير قوي. هي ايه؟ هتخش تسطب اللعبه عادي، استنى بس. طبعا هتفتح القايمه دي عادي، تك اوكي ماشي، نقفل بس الاغنيه ماشي. فتحت لي كده بقى، نعمل ايه هنا؟ لو انت التسطيب عندك بطيء او بتقف او جربت كل الحلول وما نفعتش، الحل الوحيد اللي فعلا هيشتغل من غير ما تقفل، طبعا الكمبيوتر خالص، او تعمل وضع السيف مود او اي حاجه، لا زي ما انت كده فاتح الكمبيوتر عادي، هتخش تسطب اللعبه عادي. بس قبل ما تعمل اي حاجه، شايف القايمة ديت؟ هي دي كل حاجة. هتعمل ايه بقى؟ هتحدد على العلامة دي صح، بس كده. ان انت بس يعني يستخدم من الرام، لو انت معاك 16 بقى، معاك 32، معاك 8 جيجا، معاك 4 جيجا، اضغط العلامة دي بس، تك على العلامة دي بس كده صح، سيبها صح، وروح ثبت اللعبة عادي، كمل عادي خالص اهو. طبعا عادي، وبعدها انستول خلاص، انا طبعا مثبت اللعبة فمش هثبتها تاني، انستول. وبجد الطريقة ديت فعالة وبتنفع كتير، يعني دي مات من اسهل الطرق اللي هتنفع معايا. بس كده، هي دي الطريقه الاولى طبعا، وفعاله مع ناس كتير، وانا بقول لك اهو اشتغلت معايا حتى في وديت اسهل طريقه ممكن تعملها. الطريقه التانية بقى هي يعتبر صعبه، يعتبر صعبه لناس كتير، وديت ممكن تكون اخر حل تقدر عليه خالص، يعني ده اخر حل. بص اللعبه ما اشتغلتش معاك خلاص كده، يعني انت انا شايف ان انت خلاص كده، يعني لو شفت الفيديو اللي فات وبعدها الفيديو ده واللعبه ما اشتغلتش معاك، يبقى في مشكله عندك انت بقى. ما انا مش هقول اكتر من كده، انا خلاص عملت اللي عليا والله بجد. فالحل ده ايه؟ والحل ده هو ان ناس كتير بتقول عليه، وفعلا ده الحل. وزاد كده موقع فيت جيرل نفسه هو اللي قال الحل ده، ان انت هتنقل اللعبه من ملفات الداونلود، هتحطها على السي نفسه، بارتيشن سي، او لو انت مثلا بتثبتها على هارد تحطها على فلاشة. لو انت عندك فلاشة هتحط اللعبة عليها وتشغل وتثبت منها، تثبتها من الفلاشة، بس مش هتثبتها على الفلاشة، تثبتها في المكان اللي انت عايزه، ما تثبتهاش على الفلاشة نفسها، هتثبتها على مكان انت عايزه، او تحطها على سي وتثبتها من سي على المكان اللي انت عايزه بس.
هو دي الطريقة. غير كده طبعا قبل ما تعمل اي حاجة قبل التثبيت طبعا لازم تقفل ويندوز ديفندر او اي انتي فايروس عندك. لو انت سايب الانتي فايروس او ويندوز ديفندر موجود فانت انسى طبعا، هيجي لك ايرور. حتى لو انت مثلا كملت ل 99 هتلاقي في كده ايرور جالك، ممكن يقول لك ان في ملفات اتمسحت، في حاجات اتمسحت، فممكن تكمل للاخر وتقول لك ان هي كومبليت وتلاقي في ملفات اتمسحت من تحت يعني وانت مش واخد بالك. فخلي بالك برضو في ناس بتغلط وتثبتها ويندوز ديفندر مفتوح. فاول حاجة تقفل ويندوز ديفندر وتعمل ليميت للرامات، تخليها لرام 4 لرام 2 بس، تعمل ليميت من الرامات اللي هو من برنامج التسطيب نفسه زي ما انا قلت كده. فيا ريت بس تكون الطريقه اشتغلت معاكم، ولو اشتغلت معاكم يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وكده وتعرفوني، وما تنسوش بقى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه عشان انا بجد بدات انزل فيديوهات كتير قوي ولسه في فيديوهات جايه وجايه اكتر. فما تنسوش بقى الدعم باللايك والاشتراك في القناه وبس كده.